الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجة عايز اتكلم فيها قرار محترم جدا من الناحية الفنية للنادي الاهلي. محمد شوقي يا جماعه لاعب الاهلي السابق ولاعب منتخب مصر، فنيا تم اثقاله بشكل محترم جدا. كابتن محمد شوقي اللي اشتغل قبل كده في فتره قريبه في جهاز كيروش كان موجود معاه بشكل دائم، واكتسب خبرات من مدرب عالمي بحجم كارلوس كيروش. النهارده النادي الاهلي خيرا فعل بتعيين محمد شوقي نائب للمدير الفني لقطاع الناشئين كابتن بدر رجب. قرار بيعد كوادر انك في يوم من الايام هتحتاج محمد شوقي ده في جهاز فني من الاجهزة الفنية. محمد شوقي اختيار صادف القرار، صادف القوة في القرار. انت جايب واحد محترم، انت جايب واحد يا ما ادى للنادي الاهلي، يا ما عرق وجاله عروض وما مشيش من النادي الاهلي الا بموافقه النادي الاهلي من غير ما يضغط، من غير ما يعمل اي حاجه. فشكرا لاداره الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكوره بعد اجتماعه النهارده مع لجنه التخطيط في هذا القرار الذي صادف اهله. ميدو كعاده ميدو يعني بيغيب يغيب ويجي يجينا يقدم لنا فقره من الضحك والبسمه. ميدو قال لك شيكابالا لاعب هنندم عليه لما يبطل كوره، لانه لاعب جامد جدا وبيدي دروس لكل اللعيبه ولدور كبير جوه وبره النادي. ارفض فكره اجبار شيكابالا على الاعتزال، الكوره بتقول انه لسه قادر، الكوره بتقول ان شيكابالا لسه قادر وافضل لعيبه نادي الزمالك. انا بس عايز اقول هو مين اللي هنندم ومين اللي هيندم عليه؟ منتخب مصر. ماذا قدم شيكابالا لمنتخب مصر؟ صفر، صفر وصفر كبير. ماذا قدم شيكابالا لنادي الزمالك؟ هل شيكابالا على مستوى البطولات، سيبك من الهطل بقى اللي يطلع يقول لك اصل شيكابالا الفن والهندسه والضحك والمدرسه، لا انا بتكلم بطولات. ما هو تاثير شيكابالا في البطولات اللي حصل عليها نادي الزمالك؟ ولا شيء. حتى البطولات الافريقيه ولا شيء. طب ما هو تاثير شيكابالا على صعيد منتخب مصر؟ ولا شيء. امال مين اللي هيندم لما منتخب مصر مفيش، الزمالك كبطولات مفيش؟ قال لك انا برفض فكره اعتزال شيكابالا. كنت فين في خناقه شيكابالا مع مرتضى منصور؟ محدش سمع حسك، محدش سمع حسك، كنت متواري، كنت واخد ساتر ترابي واقف وراه عشان ما تطلعش تقول اه شيكابالا يمشي او لا شيكابالا ما يمشيش فمرتضى يقلب عليك، فمرتضى يقلب عليك. للاسف الشديد هناك بعض الاشخاص اللي بيحاولوا يدعوا البطوله وهم بعاد تماما 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 عن اي بطوله بيتوهموها او بيحاولوا يوهموا الناس عليها. عايز اقول اذا ما صحت التقارير الخاصة بمراقب الحسابات للعام المنقضي في نادي الزمالك واللي تجاوزت مديونية الزمالك فيه المليار جنيه، اذا عدى هذا الامر مرور الكرام فلن ينصلح حال الرياضة المصرية على الاطلاق. لما يبقى نادي في سنة واحدة الديون والمديونيات بتاعته بتتجاوز المليار جنيه، لا احنا رايحين في سكة وحشة وفي ريحة وحشة، ريحة مش لطيفة. عرفتوا ليه حسن موسى اتشال ولا ما عرفتوش؟ حسن موسى اللي في اسبوع واحد بس طلع بلاوي متلتلة، بالرغم
ان قبلها بشهرين كان في لجان التفتيش بتاعت الوزارة ما طلعتش حاجة، ما طلعوش حاجة خالص. ما رأي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي اللي خرج علينا يلقننا دروس في الوطنية والاحترام، وأن مرتضى منصور ومجلسه مجلس وطني، وطني وطنطن، مجلس محترم. هل الاحترام والوطنية بمفهومها الشامل الكامل لدى الوزير معناها أني أوصل مديونية النادي لأرقام تتجاوز المليار جنيه؟ هل دي الوطنية يا معالي الوزير ولا لأ؟ عرفونا عشان نعرف الناس بعد كده إن اللي بيتسبب في الخسائر هو ده الوطني، واللي بيعمل أرقام وإنجازات وبيجيب مكاسب ده إنسان غير وطني، خاين، عميل، ابن 60 في 70. عايزين نعرف يا معالي الوزير ما مفهومك تجاه الوطنية، ما مفهومك تجاه الاحترام. خالد الغندور مش عارف ماله اليومين دول يا جماعة، حد يطمن لنا على خالد الغندور. خالد عايز يعيش في دور مش دوره. لا، الجلابية واسعة عليك يا خالد، البدلة واسعة عليك قوي ومبهوقة. دور خالد الغندور المحايد عشان ترجع تشتغل في البرامج تاني، انسى انسى وكل السبنسة، ولا خد السبنسة، لان عمر ما جمهور الاهلي هيصدقك تاني. كانت فترة وعدت، كانت فترة وعدت لحد ما انت اتمكنت وبدأت تقول يا ارض تهدم عليك يا هدي. خالد الغندور طالع يقولك بطولة افريقيا الكونفدرالية السنة دي ضعيفة جدا واضعف نسخة ممكن تشوفوها في حياتكم. الله 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 الله، ايه خلودة، ايه لودة اللودة؟ مش انت يا حبيبي اللي كنت بتقول الكونفدرالية قد دوري ابطال افريقيا 900 مرة؟ مش ده كلامك يا ابني؟ قال لك لا بس السنة دي حاجة تانية خالص. ما انا عارف، ما هو لازم تبقى حاجة تانية خالص. عارفين ليه؟ عشان خالد الغندور عايز يوصل لك انه بقى حيادي، محايد، جميل، ما هوش متعصب، لا يثير الفتنة والتعصب. خالد كيوت يا جماعة، خالد الغندور بقى كيوت. قال لك مش انا اللي قلت ان الكونفدرالية هي القوية؟ روحوا اسألوا سيد عبد الحفيظ اللي الاهلي خسروا ايه هي البطولة الاقوى، الكونفدرالية ولا دوري الابطال، لانه قال كده لما كسب الاهلي الكونفدرالية 2013. يا اخي الواحد لما بيكبر ويعجز ممكن يصل لدرجة التخريف، بس مش للدرجات دي، انت لسه صغير يا بندق. الاهلي كسب الكونفدراليه 2014 وليس 2013، ده باي ذا واي. بس مدير الكوره وقتها ما كانش سيد عبد الحفيظ، كان الصخره وائل جمعه. فانت كدبت كدبتين دلوقتي، مش هقول لك غلطت غلطتين، كدب مساوي ولا صدق ملاوع. فانت لم حوصل كدب مساوي ولا محصل صدق ملاوع، ولا محصل ده ولا محصل ده. مرتضى جالكم خبوا عيالكم، هذا شعار المرحلة. طلع حسين لبيب قال لك انا صفحتي بيضاء ناصعة البياض، وطلع نكش كده نكشة قلت لك من يومين، اسقط ولسنا، ومش عايز اقول لقح بالكلام على مرتضى منصور ونجل مرتضى منصور. مرتضى منصور يسكت يصهين يصون؟ لا، قال لك تعالى بقى، تعالى، ده انت اللي جيت لي في ملعب، انا ساكت بقالي ايام وايام وايام، انت اللي نكشتني يا ليبو ليبو. قال لك انتظرونا. مرتضى منصور بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعيينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة، قائمة كده وكده للتحايل على القانون، وهم يعلمون أنها لجنة ستعين، ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية. وللأسف فاتوا إن شعب مصر وخاصة الزملكاوية أذكياء جدا،
وإن 9 من اللجنة أو القايمة الوهمية كانوا في اللجنة اللي خربت النادي من سنتين، أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية، ورفضتهم الجمعية العمومية وأسقطتهم جميعا. كفى كذب وتضليل وتشهير، انتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها دكر من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف. الكيل فاض والصبر نفذ، ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في أيديهم مستند واحد يؤكد أكاذيبهم. الله 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 الله، كله يجيب لب وتسالي ويقعد يتفرج. استمتعوا يا أهلوية، استمتعوا، بوسوا إيديكوا وش وظهر، واحمد ربنا على نعمة الأهلي. قلتلكم من يومين الزمالك سيدخل النفق المظلم، ليس بأيدي المنافسين ولا الكارهين، ولكن بأيدي أبناء الزمالك. اللهم اكفني شر أصدقائي، أما أعدائي فأنا كفيل بهم. وقلتلكم مرتضى منصور قاعد مستني وحاطط رجل على رجل، خلي حسين لبيب يصرف، خلي القايمة تصرف، خليهم يعملوا اللي هم عايزينه، ولما يتم انتخابهم هلعبهم على الشناكل. مرتضى هيلاعب القايمة الموحدة على الشناكل، هيخليهم يلفوا حوالين نفسهم، هيخليهم يلفوا حوالين نفسهم، مش هيلحقوا، مش هيلحقوا على الطعون، خلي بالك مش حاجة تانية، مش هيلحقوا على كمية الطعون اللي هتطلع في الانتخابات القادمة. النهاردة كان في مشادة تصل لدرجة الخناقة، وألفاظ خارجة، ألفاظ بذيئة لا نسمعها إلا في الشوارع وليس في الأندية المحترمة. كواليس المشادة ما بين شيكابالا الأباتشيكو وعمرو السيسي بسبب تسلل. أنت متخيل تدريبة أو تراي ماتش بيلعب فريقين قصاد بعض، والراجل الخواجة أوزيريو هو الحكم، فكرة حسب التسلل على عمرو السيسي، اللاعب اعترض وبشدة وتلفظ بلفظ خارج. انت متخيل، انت متخيل في تدريب ملوش اي 30 لازمة تسلل اتحسب، فتم التلفظ تجاه الحكم اللي هو الخواجة أوزيريو اللي ملوش اي شخصية كل يوم عمالين يمرمطوا فيه، محمود علاء يشتمه حبة، والنهاردة عمرو السيسي حبة. قال لك ايه بقى محمود علاء السيسي عمرو السيسي؟ قال لك A7A، لا بقى، يعني كهربا يقول اوف اح كهربا حطه صح تزعله، ولما عمرو السيسي يقول A7A ما تزعلوش. بقى كده يا زملكاويه، هو الراجل ده ملوش اهل يسألوا عنه؟ والمدرب بتاعكو ده خلاص مقطوع من شجرة، كل اللي من هب ودب يديله على عينه؟ طب اشمعنى محمود علاء خد عقوبة 250 الف جنيه واعلنتوا عنها؟ ليه عمرو عماد ما تعملش معاملة محمود علاء؟ ليه؟ ما تردوا علينا، عرفونا يا نادي القيم، يا نادي المبادئ، يا نادي المسل والأخلاقيات، قولوا لنا عرفونا إيه اللي حصل. هل ده يليق بنادي كبير أو كما يقال عنه نادي كبير بحجم نادي الزمالك؟ عيب، عيب والله. عايز أقول الأهلي هايس والزمالك لايس، ويا رب دايما الأهلي يفضل هايس على طول. في الوقت اللي نادي الزمالك بيجمعوا له ويتبرعوا له عشان يجيبوا له هدوم للناشئين والشباب والعاب الصالات والكلام ده كله، في الوقت اللي النادي الاهلي النهارده بيروح امير توفيق كابتن خالد بيبو واحد اعضاء شركه الكوره
عشان يتفقوا على الزي الجديد للنادي الأهلي 2024-2025. هو ده الأهلي، هو ده الأهلي. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا.